تحديث مهم بخصوص عملة اللونة واهم الاخبار وشو الحل المرجح بنسبة 90% لانقاذ العملة. بداية اهلا وسهلا فيكم اصدقائي متابعين قناتي عالم العملات الرقمية. شباب رابط قناتي باسفل الفيديو، انضم لنا لقناة التليجرام لتأخذ اهم الصفقات الرابحة واخبار عملة اللونة. اقوى فوليوم من بين العملات الرقمية وهي العملة الوحيدة بهذا الفوليوم، وهالشي طبيعي لان هي من اشهر العملات. شباب تم فصل اليو اس تي عن عملة اللونة لان كان هو احد الاسباب انهيار عملة اللونة، وبالاضافة لهيك رجعت عملة اللونة لجميع المنصات. لكن في تنويه مهم لازم اخبرك عنه، ببعض المنصات سعر عملة لونة تختلف عن بعضها. بعد فصل اليو اس تي عن عملة اللونة اقترح مؤسس باينانس حرق عملة اللونة. رح نناقش هذا الموضوع، رح نشوف رح يتم الامر ام لا. شباب فكرة الاستبدال العملة بعملة اخرى، انا من وجهة نظري هالخطة هي فاشلة، لان شباب المنصات عددها كبير والمحافظ عددها هائل. لهالامر هاد انا بستبعد فكرة استبدال العملة. بالاضافة هيك انه هن رح يخسروا الثقة، لاني انا ممكن استثمر بالعملة الجديدة وممكن تنهار. وطبعا هالشي اكد مؤسس منصة باينانس. شباب الحل اللي اقترحه سيزي باينانس هو حرق 70% من العملة. راح تقلي انت انه خسر كمية كبيرة، شو راح يستفيد؟ صديقي اللي باع العملة باع وطلع، واللي لسه باقيان بالعملة فلوسه ما بتعمل له شيء. هذا هو الشخص الخاسر اكبر. شباب لان في اشخاص اشتروا عملة اللونة لما كان سعرها دولار، حاليا رأس ماله ما بيساوي الا سنتات، فاكيد هو ما باع العملة لسه عم امن فيها. لو طبق حل مؤسس باينانس وحرق نسبة 70% من هاي العملة، رح يرجع القيمة لرأس ماله. يعني حاليا شباب هلا هو الحل فصل اليو اس تي وحرق العملة، واي حل تاني من مطورين العملة رح يكون فاشل. شباب ولسه الايام جاي ورح تثبت هالشي. انا لما ترجع القيمة لفلوسي هيك بيكون رجع حقي. اللي سبب بانهيار عملة اللونة للأصفار هو زيادة بعدد السبلاي، لأني تم طرح 6 تريليون وهي كان عددها بالملايين، وبالإضافة لكم مستثمر باع. شباب لحد الآن ما تم التوصل لأي حل. شباب أنا عمال بعطيكم رأيي الشخصي وليس نصيحة استثمارية. شباب أي حل غير موضوع الحرق راح يكون هذا فاشل. ما زالت العملة خطيرة طالما لم يتم التوصل لأي حل. فلذلك صديقي أنت إذا حابب تدخل بهاي العملة، تدخل بمبلغ بسيط وتكون مستعد لخسارته. $100 ممكن تعمل لك 1000 وممكن تذهب إلى الجحيم. صديقي أنا بنصحك تكون على حذر، وإذا كنت أول مرة عمال بتتابعني لا تنسى تفعل زر الجرس وتعمل لي اشتراك. صديقي شاركني برأيك على التعليقات. شباب أي سؤال أو أي استفسار رابط القناة بأسفل الفيديو، وإلى اللقاء شباب بفيديو آخر.